بسم الله والحمد لله، صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسار على نهج إلى يوم الدين. وبعد، إخواني وأحبائي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سكوا وحن وحد دونا لعضا ما أنت كعصب، وهي مستغرب عند المؤمنين وعند أصحاب الحس والجهاد والأهداف. وعضا كعصب انت درين كود دينات ونول يهي اقرانيسا آخرو اني تحيها الكلابو لمانيو يغفك بنا آدم كارا لها شهر وقوين ايو حلا اني تحي انو إلهي را لك أحد إلا إلا ما انت قدس أي عاصمة أولقونيسا إسرائيل أما يهودا كقول لك كوبان بان أسامين دونا محاكيني مانتا نكاسي كروكاتشي يا إلهي أن أقونين إدد بن آدمي أن أقونين أن أقونين ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع ومساجد وصلوات يذكر فيه اسم الله وحرم بإلى هيل دلكا إن أوتر ننكلية وكن أكاتب إلى هيل ووكلية وأن أنيغا هين وبن آدمية وترى هذا أنيغا وحول با أنيغا يا سيدان دوني يلي إما أن تكون معنا أو ضدنا كما أي شقين سوسنها إلهي إلهي وكم كم كلية هدي اللوايو أوودو إسدالي تيريا وبر ببر ككلا وريحا يسي أمبر دوني دا أفس هادين أنا قصدا وقلت لك النبى إلهي سبحانه وتعالى كما بشرت سنها إلهي إن قفك لي إلى هذا الدنيا أنا قصدا دونك يلي حتى إذا عضنا وفترة محددة وفترة ير أو كوبوي محكي لي ما أنت إن كاير مريك إن كهر فريستا الدين هل كايس كردي عقل جي هل كايس كردي ابن آدم كوحي وكويش هل كايس كردي إنه كل يرهدو أنت يريد وتوجي لله قدس أي واحد كردي عاصمة إسرائيل إلا هذا واحد كنتي كومان تقولين هاي إماد كويسين بوري حتى بركي كوتشي إن كيرمانت سعودي غهر فديك وبيسدون شركة لا أقل ولا أكثر إد كوه لسان بشرته كقول حركة إسرائيل إن بريغة دحة أي قيب قبصته إساغو صفقة أوسيسي أي تحي إن كرسي غلقو هيو ولا الذي ينبكي بغرتويد سعودي يدتكي لسينا ووضا قماضه تاسوه الشيسك أي كلام المهم صفقة انتا لغي وحي اهيد كورسيقا ادوغو هايسو انتا عنو مريكن دوني دا هايسانو لكن اجدد يدو حوي باري قرد حي مسلمين تاين لغا تخلص يهودي يدو مركور محي آمين سلي يهود بروتوكولات من حكماء سهيون المها مركوي ستاندر وين يهي فصل كواد المها مركا اللهم صل على سيدنا محمد وحلا بريو إسرائيل محيتهاي للك الله ذهي محوي هاي كو وفراتك إيا نايل كالا إلى حضا وإنت الله يقان بريغا ده وإنت أي كسو بحين بقول إيا أفري لباتن كن أو نبي وإنت صراع الدنيا كتشرة إنت دنيا أي شرتي وللك الله يسكوها يستوي وارلوكي وحي سيفلاسيشنيس دوني داتشري اي كابورمين وارلوكي ديميهي رسمي غاها إلهي سبحانه وتعالى مهبض الوحي
meelihii waxyiga lagu soo dejiyey wey. Idan waa 1898 oo imanka laga joogo 200 sannadood iyo googo, protokolaat min xukamaa sahiyuun, ninka loo yaqaano Theodor Herzl ee yahuudda sameeyey waxa loo yaqaano asahiyuuniya alcaalamiya. Waxyaaluhu ku dhisay maxaa ka mid a: annaasu xamiirun khalaqana allahu linarkaba calayhim kulamaa nadaqa ximaarun rakabnaa ximaaran aakhar, dadka oo dhani waa dameero ilaahay noo abuuray inaannu fuulno annagu. Kullamaa nadaqa ximaarun, dameer marka uu qayliyo ee uu fahmo waxaanu doonayno, rakabnaa ximaaran aakhar, dameer kale oo noo diyaara ayaanu fatradaasi ku guurna. Inanka yari maanta 250 sannadood ka hor wixii Theodor Herzl uu diyaariyey ayaa maanta waa dameerka lagu guuriyo weeye, walciyaadu billaah. Walaakin innaa naxnu narithu alarda waman calayha wa ilaynaa yurjacuun, ma aynu baqanayno waayo ilaahay baa qur-aanka ku sugay innaa naxnu narithu alarda waman calayha, annagaa dhaxlayna dhulka iyo waxa dul yaallaba. Wa ilaynaa yurjacuun, mid wal oo kibra, mid wal oo kor u kaaja, mid wal oo ilaahnimo sheegta, wa ilaynaa yurjacuun, annagay noo soo noqonaya. Waxaan aada ula yaabay, subxaanallah, waa inanka maanta boqortooyada sacuudiga u baabiinaya waxaan la dagaalamaya musuqmaasuqa iyo corruptionka, subxaanallah, isagoo istaraatiijiyadiisu ay tahay inuu walaaladii iyo intii aqoonta iyo kartida lahayd laayo si uu keligii kursiga u haysto. Xadaska la yaabka la waa maxay? Imika 10 cisho gudahood waxaa la soo bandhigay lawxad yar oo ah 10 centimeter by 10 centimeter, oo macnaheedu ay tahay gacantaydaasi inta ay isu jirto oo 4 geesooda. Waa nin Talyaaniya oo fanaan ahaan jiray, oo ay aaminsan yihiin u eg yahay Nabiyullaahi Ciise calayhi salaam. Maxaa ku qoran lawxadda hoosteeda? Ninkaasi waa ninkii nabadgelin lahaa dunida oo dhan gacanta ku qaban lahaa. Maraykankii, yahuuddii, riwaayadahoodii, waxoodii oo dhan looxadii baa lasoo bandhigay. Miyaad garanaysaa ninka iibsaday? Maxamed binu Badr binu Xasaan binu Aalu Sacuud, ninka keliya uu wax ku qarsado inankan yare Maxamed binu Salmaan ee lacagta u haya ayaa waxa uu siistay 450 milyan ayuu sawirka yar siistay. Kow waa shirki, laanna waxaa la leeyahy ninka fanaankii waa ninkii dunida nabadgelinaya baa lawxadda hoosteeda ku qoran. Laba, ninkii lahaa corruptionkan la dagaalamaya ayaa sawirka yare ninka gaalka ah ee sannado intaas oo qarni ka hor dhintay ayuu lacagta intaa leeg ku bixiyey. Haddaan sida kale u dhigo, lacagta uu bixiyey waxa weeye 22,000 oo guri iyo 500 oo guri, oo guri walba uu yahay sidan aynu u naqaano 40 by 60, waa 5 maqsin iyo daaradoodii iyo deyrkoodii noqonaya ayay tahay inta uu lawxad yar siistay. Waa xaashida A4-ka ah, labadeed uu weeyey waxa waxaa ku iibsaday, walciyaadu billaah. anigu aan doonin inaan ka waramo oo aan runtii aan ku habsaamo, waxaan in yar ka warami doonaa Qudus maxay tahay. Maxaynu Qudus ka aaminsannahay? Maxay muslimiintii dareenka lahaa ka aaminsanaayeen Baytul Maqdis? Gogol xaad kasta hawu sameeyo nin lacag sheegtay iyo nin la heshiiyey Israa'iil iyo waxaasi, laakiin Qudus maxay tahay? ilaahay isagoo qur-aankiisa kaga warramaya wuxuu ihi subxaana aladii asraa bicabdihi layla min almasjid alxaraami ila almasjid alaqsa aladii baaraknaa xawlah linuriyahu min aayaatina innahu huwa asamiicu albasiir. qur-aanka ilaahay ku sugay Qudus, subxaana allah, ilaahay baa nasaan
الذي أسرى بعبده أدونكي سدلمي من المسجد الحرام كدلمي مسجد حرمك إلى المسجد الأقصى مساجدك مسجد الأقصى ليلة الذي باركنا حوله أجار كيس أردن أن نبركين بإله سبحانه وتعالى لنريه من آياتنا سأنو آيات كيغا أصو تصنو إيمان كيس أصغن أو آيات كيغا أصو أركو أيانو أقول للمن بإله سبحانه وتعالى يلي إنه هو السميع البصير وحليا بضن وقورما حرمكو حرماها صدح بقول يلحدا سننبع يالي حرمك وقت قاسي نبي عليه الصلاة والسلام مسجد الأقصى لقيني وكتك يا جميع الأنبياء وحل تسي رسولك عليه الصلاة والسلام مسلمين تلوت المامي قدس يا مسجد الأقصى قيمها وكل هي كتابك إلهي سبحانه وتعالى وحدث كيالا تاريخ ذا إسلامك ليلة الإسراء والمعراج لكن مهمة يدو عيتهاي رسولك إن لقي قدس أولا تصو أولا داوت سيو ورسولك عليه الصلاة والسلام إساقو حرمك أولي أود أهل وكحر أيو صدح بقولي لحظة السلام وكحيرا إن قدس لقي مهمد يدو حياهي قرآن كتل مامي قدس هلقا إسلام كاكتال سيدا أولي حديثك الإمام البخاري إيو الإمام مسلم أي وريين لا تشد الرحال إلا ثلاثة مساجد لو محر كحرنكر سدح مسجد مويان المسجد الحرام أو إيه ومسجدي هذا والمسجد الأقصى سدح مسجد أيا أنت أضحر كحلة عبادة دودة إيه خير كودة أدهليسة لبا والله بضاسي مركا أي نتقنا الله صلى على سيدنا محمد حج كاماد عمري سنيسة قفك أصومر ومنه كعبدي يهي منه يهي مساجك رسولك عليه الصلاة والسلام وقبر جيسي وكتره ولقصه صلابي عمر بن الخطاب يا أبي بكر متى صدحاتنا والمسجد الأقصى حديثك الإمام البيهقي أوري صلاة في المسجد الحرام يا الإمام أحمد نوصو صاري بمائة ألف صلاة صلاة اللي قلت كذو كعبدو بمائة ألف صلاة وبقول كن وصلى على ربي أولئك أن تأيير رسولك عليه الصلاة والسلام وصلاة في مسجدي مساجد كيغا أنغو عن لسي مدينة كيا لنا بألف صلاة إذن كن صلى على ربي أولئك أن تأيير رسولك عليه الصلاة والسلام وصلاة في بيت المقدس صلاة اللي قلت كذو مسجد كان ما أنت نكاسي وليه هاي أني أياكني صد يوحن دونك يلينا بخمسمائة صلاة وشم بقل الصلاة أيدي رسولك عليه الصلاة والسلام جمعها اللي قلت كذا وشم بقل جمع صلاة الظهر اللي قلت كذا وشم بقل صلاة الظهر سنة قلت كذا وشم بقل الصلاة وسنة أي لي النبي عليه الصلاة والسلام كسوى مسجد كأينو كهضينو يهلك أو كجيالو قلب العالم الإسلامي وقلب المؤمن المتحمس الذي يرى بنور الله قلبك قفك مؤمن كأه إنه سقلبك أي كيالان هلك أو كجيالا هلك هو يرسلك عليه الصلاة والسلام أوت المامي ابن كثير ابن تيمية ابن الغيم لما أنتم مركا أي فصريا الذي باركنا حوله إسكدا قدس وأرض الشام أردن بي أرانيان حديث الإمام الدبراني أوري هيسمي في مجمع السوائد وخصوصاري
waxa uu yidhi rijaaluhu thiqaatun ay ku tilmaameen abi darda radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sal allahu calayhi wasalam ahlu shaami waaswaaduhum waduriyaatuhum wacabiiduhum waimaauhum ilaa muntaha aljaziirati muraabiduuna fii sabiili illahi faman ixtala minha madiinata min almadaa'ini fahuwa fii ribaadin waman ixtala minha yani thaqran min athuquuri fahuwa fii ribaadin waman ixtala minha thaqran min athuquuri fahuwa fii jihaadin. Xadiiskaasi abi darda uu wariyey waxa uu leeyahay dhulkaasi Qudus ku xeeran iyo waxa gudaheeda yaalla iyo dadka ku nool ee degan dhammaantood dariiqa Ilaahay bay ku sugan yihiin si ay Qudus u difaacaan ayaa uu xadiiskaasi leeyahay. Qofka magaalo ku adkaysta iyo qofka khandaq ama muxuu ahaayey meel tarajay ka gala kaasina jihaad buu ku jiraa buu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam. Idan almuhim waxa aynu ka hadlaynaa Qudus, imika Xamaas waxaa ku jira PhD injineera, waxaa la dilay laba inan oo uu leeyahay, waxaa la dilay inantii uu dhalay ee magaratay master degreega ah, waxaa la dilay xaaskiisii isagana sagaal goor baa la xiray, welina wuxuu joogaa qase ayuu dhex taagan yahay. falyafcaluu maa yashaa-uun waxay doonaan ha yeelaan, kama aan tegayo ilaa aan naftayda ku bixiyo Qudus aan ku bixiyo, halkaasan ribaad kaga jiray. alimaam axmed xadiiska uu wariyey laa tathaalu daa'ifatun min ummatii daahiriina cala alxaqi laa yaduruhum man khaadalahum walaa man khaalafahum xata yaatiya amru llah. ayna hum yaa rasuula allah? hum fi lquds wafii aknaafi beyti lquds. kama ay tegayaan koox ummaddayda ka midii daahiriina cala alxaq, qaar xaqaha u gargaara, laa yaduruhum man khaadalahum, ma uu dhibayo mid hoojiya, walaa man khaalafahum mid khilaafaana ma uu dhibayo, xataa yaatiya amru llah, ilaa ilaahay guushiisu ay imanayso. ayna hum yaa rasuula allah? kuwa aad ka sheekaynaysaa halkee bay joogaan? hum fi lquds, Qudus bay joogaan, wa fii aknaafi beyti lquds. asheekh salaax abu ismaaciil sheekhu lquds waa 182 goor in ka badan intii la xiray, wax walba waanu ku siinaynaaye ka bax Qudus, subxaana allah, kama aan baxayo inbaa aan ku dhinto, subxaana allah, amaba waxa weeye Qudus muslimiintu ay helaan kuwa ilaahay ha u gargaaro, subxaana allah, waa kuwa maanta gadar lagu haysto, subxaana allah. Xamaas waa nin caruurtiisii la qixiyey, dhulkiisii la qaatay, isagii habeen walba la dilaya dadkiisii, oo halkii ilaahay ku abuuray ku nool ayaa kuwii muslimiinta ahaa loo adeegsanayaa, mirmir ka mid ah ayaa gadar ay magangelyo siisay, waxoogaa lacagana maatidii iyo agoontii ay ku laayeen qase oo imika ilaa imika in xisaar ku jirta ayay guryayar u dhiseen. Shirhaabka laga sheekeynayo gadar maanta lagu haysta waa intaasi, iyo alcallaama alwaxiid fii hada alwaqt addoctor yuusuf alqardaawi iyo ninka 29 jirka ee xaafidka ah ee qoray in ka badan 295 kitaab oo u ila bixinaya dadka muslimiintii siday diintooda u fahmi lahaayeen. almuhim ilaahay diintiisa waa u gargaaraya, kuwa isla gaalaa kaa raali noqon doonta. walan tardaa canka alyahuudu wala nasaara xataa tattabica millatahum, ilaahay baa qur-aanka ku sugan, walan tardaa kaa raali noqon mayso alyahuudu wannasaara, yahuud nimanka la yidhaahdo iyo nimanka nasaaro la yidhaahdo kaa raali noqon maayaan, xataa tattabica millatahum, ilaa aad diintooda raacdo. ilaa maanta inan kaa yar iyo kuwa lamidka ee maanta safaqaadka la gelaya si ay maalmo kursi ugu sii fadhiyaan, kuwa aynu ka hadlinaa waa kuwa maanta
muslimiinta laynaya hantidooda ku bixinaya dhulka muslimiinta in la burburiyo hantidooda ku bixinaya inay khilaaf muslimiinta ka dhex abuuraan isla markaasi iyagu muqaabilka ay helayaan inay kuraasida ku sii fadhiyaan idan almasjid alaqsa iyadoo aynaan awood u lahayn wakhti ahaan inaynu soo ururinno subxaana allah laakiin haddana waxaan isku dayi doonaa anigoo wakhtiga ilaalinaya inaan taariikhdii aan in yar waxoogaa ka tiltilmaamo baytulmaqdis rasuulku calayhi salaatu wasalaam 7 bilood ama 6 bilood buu xaggaa u jeeday oo aan loo ogolayn xaramka inuu kacbo ka dhigto rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo la yidhi xagga aad salaada u tukanaysaa 7 bilood waa baytul aqsa masjidul aqsa ayaad u tukanaysaa iyadoo aan xaramka loo jeedin nebiga calayhi salaatu wasalaam rasuulku calayhi salaatu wasalaam sanadkii 8aad isagoo ciidankiisu kooban yahay si shaam qudus loo gaadho 3000 oo saxaabi ayuu diray rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo uu yidhi taga wixii aad ka qaban kartaan shaam buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam macnaheedu waxa weeye islaamku xataa marxaladda dagaalka caqli baa la doonayaa aanay dadku ku wada dhiman laakiin xikmad aada isticmaasho oo aanad odhan shahaado ayaa la wada helaya sanadkii 9aad waxaa dhacday qaswatu tabuk waa dagaalka nebigu uu yidhi 30,000 oo mujaahid oo saxaabadii ka midaa baxday waa dagaalka la yidhi qofka ka hadhaa waa min almunaafiqiin waa dagaalkii kacab binu maalik iyo saxaabiga aad garanaysaan ee ilaahay qur-aanka ku sheegay ee ka mid ahaa saxaabadii waaweyneyd lagu xukumay markii ay dagaalkaa ka dib dhaceen 3 bilood inaan lala hadal xataa dumarkoodii la faray inaanay u dhowaanin nimankaasi subxaana allah waa wakhti aada u kulul waa dagaalkii oo la yidhaahdo saxaabiga loo yaqaan cusmaan binu cafaan waxa uu bixiyey wax rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka oohiyey farax darti yaa rasuul allah maxaa dhiman 1,000 baan bixiyey yaa rasuul allah maxaa dhiman waxaan bixiyey 50,000 oo waqiyadood oo dahaba yaa rasuul allah maxaa dhiman ilaa nebigu calayhi salaatu wasalaam bakaa faraxan lillah dagaalka noocaasa culimmadu waxay leeyihin rasuulku waxa uu doonayay in lagu soo taabto ilaa qudus wahada yusamaa qaswatu tabuk rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu qofka mu'minka ah waxaa laygu gargaaray buu rasuulku yidhi in gaaladu iga baqato in bil looga socdo almuhim dagaalkaana rasuulku sanadkii 9aad buu qaaday sanadkii 10aad ee rasuulku uu dhimanayay ibcasuu jaysha usaama usaama bin sayd diyaariya ciidan u diyaariya shaam ha ku duulo si uu qudus u xoreeyo ayuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam rasuulku markii uu geeriyooday ciidankuna afaafka madiinuu taagaa oo kuwii saxaabadu cidda laga dhigaya khaliifka ansaarta iyo muhaajiriintu ay waxoogaa ku murumeen dabeeto markii abuubakar la doortay buu nin u yimid saxaabada waaweyn ka mid wuxuu wad arkaysaa dowladdii islaamka bacda rasuulillaahi qabaa'il badan baa shakiyey ciidankaas soo celi si aynu dowladda ugu difaacno lan urajicahu wax kastaa hadday dhacayaan soo celin maayo ciidan rasuulku uu u saaray shaam iyo qudus ayaa uu yidhi subxaana allah saxaabigii abuubakar bin abi quxaafa sanadkii 15aad waa waqtigii cumar bin khataab ayaa muslimiintu ay qudus qabsadeen 450,000 baa ku jiray meesha oday sofron iyo isla odhan jiray baa xukumeeyey oo bobna ah 400,000 weeyey mujaahidiinta saxaabada ridwaanullaahi calayhi markay is idhaahdeen weerara ayaa odaygu la hadlay wuxuu yidhi war furaha waan wareejinayaa laakiin u yeedh cumar bin khataab radiallahu canhu cumar madiinuu jooga
صحابتنا إن حسر بي كسميين قدس وافرتهم كن ومشاهد وصحابتي وين يدنا يهو قامن يسو أفر بقول يكونتهم كن وكريستنا ومد والبا إنت سحابي والبا وحيستو التبن لاب كيد وحيستو ومقالدو دي نحجوغة أي كوكلفين إن أي أما حو كوكالان أما أي مقرة النبت قليا كوريتشيان بركا عمر بن الخطاب الله تري عمر سفر بو مدينة كغا صور نفتي إساقو تضبو وطا تدكي مسلمين تاها وقاركود أي سحابة ديه هل كاسو سفر كغا صور نفتي وحالا إذا السفر كاسي إساقيا إنك أسلم لا إله دو أوركي يتعقبون مرنا إساقا فولي عمر بن الخطاب وإنك يوشقيني مرنا إساقا فولي قدس مركي أي مادين أي دير كي قدس أدقي إلى لني أي وحد دولين وآد سوردوي عمر بن الخطاب رضي الله عنه تبعته وقت قاسي إنك يوشقيني با أوركسار إنك يبو آد السلامي موكت سيلو وارنك وشقال مساكين وأمير المؤمنين كوشقيانه هذا دون سعيد إن هذا آد السلامته عمر بن الخطاب وإن كان أوركي قوه قامني سبحان الله مركا سيدي مصور نقضوا آد السلامي عمر بن الخطاب رضي الله عنه المهم وقصة دير عمر بن الخطاب وقلي سيدينو تاريخ ذا كوينو وديكو سفرونيوس با ووتغي وديكي با آد سوردوي وحدي فرها سوريك بدون شروط أديكو أن وحشر دي كحرين فرها كيم بيت المقدس أي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفعلا سياسو قوريك بندي بيسكو قبتين مركي هشيسك لقري وليس خالد بن وليد بباي وحان إذين كالبحيا إذن كمسلمين تا إملك وهو من دونه خالد بن وليد رضي الله عنه خالد بن وليد مركو سوق قاضي أي أصداق سايحي أوضيك في سفرونيوس تاس واحد شن يتمن كيه تريدا لقب بلابا وقت قاسي إلا إيو كن يتضبقل إيو تضبية تمنكي أو سلاح الدين الأيوبي مقرتي بقول صندوق أو وحن قال هذا كل سيريس كايد هذا لكن النوع وحيد هذا الحروب المقدسة لكن النوع إنه نقال له الحروب الصليبية تقال الله دي كريستن كوي مسلمين تقصوا قادم أو مرنا يقب سنة يل مرنا لقى قب سنة مويا أنا مسلمين تو قعنت أي كوهين قدس سلاح الدين الأيوبي واكي قب صدي مرة يرقب صدين حوك قصاري ولذلك حويي إلا لقى سو قاري مركني ما كان عربي ذا يسر صدين عبد الناصر وهو قامني ويسقوا مسلمين تلايني إسلام مركا ولها قدس بان قب صنيه سبحان الله وحو كل حليني تذكي إسلاميين تاهاي مجاهدين تاهاي يقو دقالك كتح وانا تيك انتي إن إسكدة قدسين يقب صدانو حتى وطمدي مسلمين تا دولكو ديوردن لقب صدو سبحان الله وقت قاسي مركا لغتاقو كوني سغال بقولي تدوبتو وانكي ووعد بلفور انجريسكو وو قلادي إسرائيل إن لديتيو هل قاسي marka laga tago 1948kii oo runtii yaani UN ta intii Mareykanka uu hoggaaminay ay u aqoonsadeen Israa'il in la dejiyo dhulka Falastiin oo markaasii tay waduur Herzl ninkii loo oran jiray inuu ka warrameeyay la yiraahdo wuxuu tagay Sultan Abdul Hamid wa 1902 oo uu ku yiri intaas oo kun oo qeydood oo dahab aanu ku siinayna عرشنا وان كوجها إلى فلسطين دول نجسي. اذهب أيها الخنسير هذه أرض المسلمين ولن تأخذوها شبرا إلا بالقوة. حوجم بايجو قادك تنبور لوكاس. طلابو تأكيد كسين ماي. وحال دواتي لا يستعمله كمالة تاتوك مستف كمالة تاتوك لو صار صار يكون يستقال بقولي اللي بيت وانكي. السلطان عبد الحميد والد مستف كمالة تاتوك بالك يعني. وأنا تمانت أي جليان كون خريج كايستا وتي وديدي السلطان عبد الحميد كرسي قارن كوجا هاي إنه لكن نجسه وريج قدس يفلسطين أو أوسيستي إن إسجنا لجودي لماشي إن مقرتي مؤامرة الله سمايو مصطفى كمال أتاتوك ورنتي مركا كيني ما يسمى العلمانية نكي سمايي
أي تيمين إن قدس سقالي صد سحابي أي أكون ولا أو سبحان الله سقالي طبعاً أي كؤاسيه صحابة دي عنك لا يخان لبي لحذن تابعي سبحان الله وتابعين تأوجوا وين أي مدي سلف كاها أيام يشاء سكون ولا إنك بدن أفر بقول يا أفرتن علماء المسلمين تكمدة أي مد والبرهات وكسمي أرض الشام المهم قدس سنقاتل فيها قدس هذين وحك له إن وإن والب التقرير يرو يوتيوب كجليه هل كنا كتاعنا هاي قدس وين توجير أرتمان توحوا هناك سنين حكومة دوه كامين إسا مسيرة سلمية ورنتي عن دبلهين وبيرت حرية الإسكوجي ما تو وبيرها حرية دي سومال لا نوردن أينو بريت ولا أمساد باس تكون إسكوجي ما أدنو إنه قال نصرة للقدس وحنوجر جارينا قدس إنه قال أدر أنا وحبدي بين لكن بل على الأقل أدنى الإيمان إيمانك أنت وقطع يفسن إلينا نداهنا يعني قدس ونبربر تاجنا هي ضد كمسلمين تا أي مظلومين تاين نداهنا هذه أنت أصلي هجانك إن إمام الكين أي فهم وعيان بل على الأقل إن قف والبقرال والسماية فيسبوك أو كتور تويتر أو كتور يوتيوب أو كتور مع صور كيسة إلينا قدس أي نبربر تاجنا وحنا الكرنتي وجد عيني يا هويدا سي او مغهيدا لا يرادو شون اسماعيل حرسي كيلي تراتي كوري سيبي هويدا سي يادي وحي جيسي لبا بلود او بقوليو كنتون كيغيا او ديرن او ايو ديتي لا بقوليو لبا تان كون او دولار او ايدو لحالو هشي سبحان الله هويدا اسمحي تري هذا هو مساجد يوحدين تلوغو قرقار وميشا كاليس سبحان الله تنبي قيد إلهي هرداف كواليد قيد إلهي هرداف طريقة جلد إلهي هوفو ضايدين قارني يسكول لدي بي نقو هايستان بقولك السندو صدح لبقول السندو دو حلقو سو برني سبحان الله أي بني وأي بيان سبحان الله قارنا بحلقي أي هرين أي الله بقولي الله باتن كن أو دولارا oo deeran oo 150 ka eegaya ayay ilaahay dirtay oo bixinay ilaahay dambigeeda ha dhaaf dariiqa jannada ilaahay ha u fudayd waxa kale oo halkan aan ugu duceynaynaa rashiid ibraahin ciisa durdur waxaan ugu duceynaynaa adar imika in ka badan 10 bilood baan dadka la hadlay warna walow lacagtaada adiga iska leh war xabaalahaasi waalidkiina lagu aasayo وسديت بقولي أفرتن قف باتيني سديت بقولي أفرتن قف أو من بقولا لقو قيمي وارتابحي واركون كاقية لبدا كوني اللا عكت هذا الموضة لو بيسكايس إمكا إنتا كوح لقو عاسي والد وشن بقولي سديت شن تا بقولي سديت انكاسي من بقول هاتي بحيان أيا قبي قيد بديري الله سبحانه وحنو كحي شورينا صدح بقول بالسيا ودور الله بدا يرن ميشه جوه جنريتر كي با يال او واير كا اجيدنيسو ان كبدان بقول متر اجيدنيسو وحيال بيه ويسدا وحيال لخدن جيقني وحيال افريا افرتن مشرفادود وحيال وحلاليه وحي وح لو قبسني با يال كوي هوره او ان كبدان ستيد كون او هويو ينكيني والدكيني ولالدني عرورتني ددكيني نجعلين اهين سبحان الله واحد ديري اللي بقوا فوق كلي إسلام ديمتي فاطمة حرس قيلة إلهي دمي قيدها لاف إيه سليبان آمين وكون إيه اللح بقول إيه ستيتن متر ديركو أولي بقرار دنا ينكو ريشن ما حينو آذر وديرينا ما انت عدا تكتو شيلال كي آدو قيد قروح دا يتقاد كبح دي وضيابيسا إلا لنتا عينو إلا لني دركتين أنيقا نصيب إلهي موسين aba hay meshi uu ku dhintay ilaahay uu naxariiste manta adeer waa lagu dul shaqeysta maxaynu maanta oo ilaalinayna xabaalahaas
waalidka aynu jecelnahay inaanu mid aynaan garanayn dabadeyn intuu yimaado dhulkaasi isagoo bannaan uu si kale u isticmaalay, walciyaadu billaah. Marka Rashiid maalintii dhaweytay aabihii aanu ku aasnay ee aanu dadka la hadalnay wuxuu bixiyey $20,000, $10,000 waa nagu haynay. Markii soddonkaasi ay isu yimaadeen, waxay noqotay in iminka wiigan gudihiisa deyrkii la bilaabo, wixii kalena insha allahu tacaala aynu ku ururinno. Kuwa aynu ka sheekaynayno dembigooda ilaahay ha dhaafo, dariiqa jannada ilaahay ha u fudaydiyo, war khayrka isu kaashada. Reer hebel baynu nahay iyo siyaasad baynu nahay. $5-6 million ayaa qaar bakhtiya bixiyeen, waxaa siyaasadaynu ku wareer. Waxaa la dhisi lahaa intaasoo iskuul, waxaa la dhisi lahaa intaasoo institute, waxaa la dhisi lahaa intaasoo waddo. Waddada aragteen ee rooga ah waa 75,000 halka kilomitr. Inta ay bixiyeen 10 nin oo la garanaya ayaa Hargeysa oo dhan balaadka wada dhigi lahayd, subxaana allah, walciyaadu billah. War khayrka isu gargaara oo beenta iyo riwaayadda ha iskugu gargaarina, ta waa laga tegaya. Xaadtan cidladee ciidda aynu cunayna aad kaga habsaan, Qudus baa la bixiyey. Maanta haddaanu meel aanu u marnahayno, dee waa jannadii oo halkeeda salaxa, subxaana allah. Ilaahay baanu barinay in ilaahayna gaarsiiyo, dembigeena ilaahay dhaaf.